حضرتك شفتي الأرقام اللي طالعة من منظمة العمل الدولية بما في ذلك تقدير تراجع فرص العمل على المستوى العالمي بمقدار 495 مليون فرصة عمل في القطاع الرسمي، وعدة أمثال لهذا الرقم في القطاع غير الرسمي على مستوى العالم. فلازم موضوع التشغيل وإتاحة فرص العمل وزيادة النمو توضع في الاعتبار وفقا لهذه الأولويات اللي أنا وضعت تصور لها لحضرتك الآن. طيب دكتور، ده خليني اسال حضرتك عن مستقبل بقى التعاون ايضا، لو احنا يعني انا هاخد الجزء اللي حضرتك ذكرته المتعلق بمصر واسالك عن مستقبل التعاون ما بين صندوق النقد الدولي وما بين مصر في الفتره اللي جايه الحقيقه، ومصر كمان من الدول اللي لديها برنامج طموح تم تطبيقه فيما يتعلق باجراءات الاصلاح الاقتصادي، وفي ايضا يعني برنامج اخر للتعاون مع الصندوق. يعني أفضل الحديث التفصيلي عن هذا الموضوع بعد ما أتولى عملي، علشان يبقى الكلام مستند إلى يعني سند من الوظيفة والمهام اللي أنا مكلف بها اعتبارا من الشهر القادم. ولكن إلى أن تأتي هذه اللحظة، يعني حضرتك تعلمي أن هناك علاقة جيدة ومتميزة بين مصر والمؤسسات الدولية بما في ذلك صندوق النقد الدولي. برنامج الإصلاح الاقتصادي حقق نجاحا في أهدافه، والمهم في موضوع الإصلاح هو الاستمرار فيه، وأيضا إعطاء أولوية للاستثمار في موضوع إعادة الهيكلة للقطاعات التي تحتاج ذلك، المساندة المؤسسية للإصلاح الاقتصادي، دفع موضوع النمو، فكرة الاستدامة اللي احنا اتكلمنا عنها. ولكن برجو من حضرتك انه نجعل الحديث في تفصيل هذه العلاقة عندما اكون مفوضا بشكل رسمي بالحديث في هذا الشأن ان شاء الله في بداية من الشهر القادم ان شاء الله باذن الله. اكيد يا دكتور هيكون لنا مع حضرتك يعني اذا وقتك سمح لقاء نستكمل فيه هذه الجزئيه، بس خليني ارجع مع حضرتك عما ذكرته فيما يتعلق بتوطين بقى الصناعات داخل الدول وتحقيق الاكتفاء الذاتي. يعني اعتقد ربما انه دلوقتي كل دوله بتسعى ان يكون لديها اكتفائها الذاتي، سواء بنتكلم على كل الاحتياجات اللي بتتعلق بالناتج المحلي وايضا الاعتماد على بعض الصناعات ربما تكون الصغيره والمتناهيه الصغر ايضا علشان كمان تحقق الاكتفاء داخل الدوله او تسمح بعمليات التصدير اللي احنا تحدثنا عنها. يعني شوف حضرتك، في دول على مستوى العالم عندها مجال بانه يكون في اقتصادها قدر من التنوع الاقتصادي، لانه عندها مجال لتطوير قطاعات الزراعه، قطاعات التصنيع المختلفة فضلا عن قطاع الخدمات، وانه بيبقى عندها زخم من الموارد واهمها العنصر البشري ورأس المال البشري في مساندة هذا التنوع في الاقتصاد، ووجود قدر من الطلب المحلي الكبير اللي يسمح بمساندة المشروعات الانتاجية والاقتصادية. يعني في حالة مصر دولة كبيرة، في عندك 100 مليون من السكان بقدرة من الطلب المحلي لا بأس بها في دفع حركة الانتاج الصناعي والزراعي. في دول أخرى بتكون أصغر حجما وما عندهاش من هذا التنوع ما تستطيع، وبالتالي مسألة الاعتماد على الغير وفقا لقواعد وأولويات هتبقى أكثر يعني مناسبة لها. وبالتالي زي ما اتكلمنا في البداية، مسألة تفهم طبيعة الدولة وقدراتها الزراعية والصناعية وفي مجال الخدمات على أنها تقوم بهذه الدفعة اللي حضرتك بتتكلمي عنها. في حالة الآن طبعا فيما يعرف بإعادة تدوير وإعادة ترتيب أولويات خطوط الإمداد التجاري على مستوى العالم، وأن كل دولة بتحاول أنها تاخد نصيب من هذا الأمر بإعادة توطين، بإعادة تخصيص الموارد وقطاعات التصنيع على مستوى العالم.
وان كل دوله بتحاول انها تزيد من تنافسيتها عشان تاخد نصيب، خاصه من الصناعات المهاجره من بعض الاماكن زي مثلا من اوروبا او حتى من الصين، لانها بسبب زياده الاجور وقله التنافسيه او الانتقال لقطاعات صناعيه اخرى لم تعد هذه الصناعات مجديه لهذه الدول، فتجد دول اخرى بتحاول تجذبها الى ارضها عشان تستطيع ان هي تستفيد من فرص العمل التي يمكن ان تتيحها هذه الصناعات الجديده. في تنافس شديد، يعني انا متابع وتحدثنا في ذلك من قبل مع حضرتك على هذه النهضه والتطور في آسيا، بتجد ان هناك نوع من انواع العدوى الإيجابية فيما حدث في مثلا اليابان وسنغافورة وكوريا الجنوبية الى باقي دول المنطقة الآسيوية، وكل منها بيحاول في تنافس شديد ومطلوب ايضا بانها تاخد حظ من الصناعات ذات القيمة المضافة. في الحالة المصرية والحالة العربية والحالة الإفريقية هتجدي إن هناك ضرورة لجذب هذه الاستثمارات من هذه الدول، ليس فقط من آسيا ولكن أيضا من أوروبا وأمريكا وغيرها، عشان تعيد توطين هذه الصناعات. هتحتاجي زيادة في الاستثمار في جاذبية المناخ العام لجلب هذه الصناعات عندك، محتاجة نوع من أنواع التدريب التحويلي الكبير، محتاجة إزالة كل معوق قد يقف في سبيل حركة الاستثمار في هذا الشأن.